وقفة مع آية يقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود. تفسير هذه الآية أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء، المويه واحدة والأرض واحدة، فأخرج بها سبحانه وتعالى ثمرات مختلف ألوانها. إذن المويه واحدة والأرض واحدة والثمرات مختلف ألوانها وأشكالها وطعمها، وهذه كلها من آيات الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه وتعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. الجبال نشوف ألوانها، إذا صرنا منطقة فيها جبال نشوف ألوانها سبحان الله، أحيانا في منطقة واحدة الجبال ألوانها تختلف. أو نشوف مثلا جبال مكة لونها كيف سوداء، وليجينا منطقة ثانية مثلا جبالها حمراء، وهذه جبالها سبحان الله العظيم بنية أو صفراء. هذه من آيات عز وجل. والجبال رواسي للأرض. قال: جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. إيش معنى جدد؟ جدد يعني طرق، جدد يعني طرق، جمع جدة، جمع جدة، جدد جمع جدة، اللي هي حنا نقول أمسك الجادة يعني أمسك الطريق. جدد بيض يعني حتى نشوف أحيانا الطرق سبحان الله وهي على الجبال ألوانها مختلفة، هذا أحمر وهذا أصفر وكذا، مختلف ألوانها وغرابيب سود يعني جبال لونها سود وطرق لونها سوداء، وغرابيب من شدة سوادها يعني. والله أعلم.